هل معروف انه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام لما مسك الخلافه في الخطبه حقته ايها الناس انه قد وليت عليكم ولست بخيركم انه قد وليت عليكم ولست بخيركم اطيعوني قال شنو هو بيتكلم عن شروط الطاعه قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم نحن بنرجع لكلامك عن الخروج عن الحاكم هنا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال شنو اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم انت شايف انه الرئيس السوداني حاليا اللي يعتبر ولي امر المسلمين هنا بيطيع الله فينا بس ده ردك هنا عشان احنا نصبر ولا نقول طيب شكرا لك للسؤال الاثر ان وإن عصيت الله أو إن عصيت فلا طاعة لي عليكم يعني الأثر إن صح سنده فالمعنى بتاعه واضح يعني إن عصيته عصيت الله فلا طاعة لي عليكم أي في شنو يا جماعة في معصية الله ما الكلام يفهم من سياقه ويفهم بالنصوص الأخرى يعني فأي حاكم لو عصى الله قال لكم يا جماعة تمشوا تزنوا هسه كلكم هنا أنت شنو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لكم والله الآن أي زول لابد يشرب خمر الرجال كده ولا بدخله السجن ما تشرب عرفتها وإلى آخره من الأمور فإذا دعاك للمعصية ده معنى الكلام في الأثر إن صح الأثر ده الكلام لكن إذا حصل شيء من الضيق في المعيشة معي والحاجات غلت زي ما هو حاصل الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصبر وين قال كده في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها العلماء قالوا أثر يهو في الدنيا الحاجات تغلى بعد شوية تدعدن يحصل مجاعة ده الحاصل وأمور تنكرونها دي في الدين في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحالتين قال فاسمع وأطع أو فاصبروا قالوا ما تأمرنا قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني في حالة الحكام ويكون في غلا في المعيشة وفي حاجات وفي غيره الصحابة قالوا نسوي شنو يا رسول الله قال تصبروا وفي حديث آخر قال سلوا الله الذي لكم أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم تدعو الله انه يفرج الحال خلاص وتأدي عليك لكن ما الخروج عليه حرام حرام لبتين النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وبواحا ماش ما فيه شك يعني حاكم يكفر عادي يبقى كافر تب ثاني ما مسلم الزول وفي الحاله ذيك تعد العده حتى تخرج ده بعد ما يكفر الحاكم لكن طالما ما كفر ما يجوز تخرج حتى لو عندك قوة ذاته وإذا خرجت ومت ما شهيد ومت على حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج على أميري قيد شبر فمات فميتة جاهلية ثم أمر أخير إن جماعة السبب في تسليط الغلاء علينا والمصائب والفتن اللي بتقولوها دي السبب شنو ربنا قال قل هو من عندي أنفسكم من عندنا إحنا السبب نحن خلاص وربنا قال إن الله لا يغير أنت مش داير الحال ده يتغير ولا ما داير داير يتغير ربنا قال الحال ما بيتغير لحد ما تغير ما نغير ما بأنفسنا نحن أنا ذاته معاكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أنت داير ذات الأمور تمشي تمام أول حاجة الناس توحد الله إذا كان البلد دي يا جماعة الآن شيوخ يا أخي بيتكلموا في المنابر وعندهم كتب تطبع وعندهم في التلفزيون بيجيبوهم بيقولوا غير الله بيخلق غير الله بيخلق زي محمد المنتصر الإزيري في قناة أم درمان الفضائية بيحضر العالم كله قال ممكن غير الله يخلق شيوخ بيخلقوا وقال يجوز تدعو الميتين من دون الله تقول مدد يا فلان واغثني يا فلان ده ما هو الكفر ذاته ولا حاجة تانية ده الكفر ذاته انت داير الرغيف والعيش يرخص كيف بعد شوية بكون ما في عيش ذاته ابشرك انا
طب بيكون ما في. والله العظيم إذا الناس ما ردوا على الكلام ده وتابوا منه والزول ده ردعوه وردوا عليه وأمثاله من مشايخ الطرق الموجودة الليلة ناس يا أخي. واحد طريقة سودانية سودانية قال شنو كتاب اسمه الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية قال شنو؟ قال ذراعي، تقول لي عيش غلا ولا بنزين غلا؟ ذراعي من فوق السماوات كلها. قال أنا بيد واحدة ما بيديني الاثنين، قديت السماوات السبعة بتاعت الله كلها قديتها بيدي. ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه إلى أن قال وإن قلت كن يكن. في قناة النيل الأزرق جابوا أولاد الشيخ الكباش أولاده الخلفاء بتاعينه المسكين الليلة طريقة بتاعتهم دي. قال مما اختص به أبونا الكباشي أنه إذا قال للشي كن فيكون. هسا حضرك له دي فيديو أنا جايبه هسا حضرك له دي قاعدين. قال أبونا إذا قال للشي كن فيكون. وربنا قال شنو؟ ربنا قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا ده منو يا جماعة؟ كباشة ولا الله؟ الله. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والكلام ده لما نحن ندافع عن الله واحدين بيزعلوا صوفية يا شيخنا. أنا بدافع عن الله بقول الله براول بيقول كن فيكون ما فلان ولا علان. يقول لك لا كيف تنبزه؟ أنا نبسته يا جماعة؟ ما نبسته. قلت الكلام ده باطل ما بيزول بيقول لشي كن فيكون إلا الله. وينو الكلام اللي بيزعل؟ لكن في ناس بيزعلوا من الله وبيزعلوا من كلام الله. والواحد لو قلت له ما تدعو أبو بكر الصديق وما تستغيث بعمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب يقول لك بالحيل كلامك سمح. لكن لو قلت له ما تستغيث بالبورة يقول لك أوه ليه جبت اسمه؟ طيب أنت أعظم عندك ده ولا أعظم عندك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ليه أنا لما جبت اسم ديك ما زعلت كده بالراحة كده أقعد في التراب في الوطن؟ ليه ما زعلت؟ ففي ناس عندهم شيوخهم أعظم من الصحابة ذاتهم وأعظم من الرسول وأعظم من ربنا. والله في ناس كده صح هو يقول لك ده أعظم من ربنا لكن أفعاله وأقواله وعقيدته ده أعظم من الله. لأنه لو قلت له أحلف بالله ممكن يحلف بالله كذب ما يخاف من الله. لكن لو قلت له أحلف بسيدك بالشيخ أوه تلقيه يرجف. والله يا أخ الله بيمهله لكن الشيخ ما بيمهله بيقوله ولا ما بيقوله؟ بيقوله. وده الحاصل يا ناس. فما تقول لي الرغيف غلا ما تقول لي الرغيف غلا. بعد شوية ممكن يكون لا رغيف والله يوقف الهوى ده ذاته يكون ما في هوى خلاص طب انتهت الدنيا. ليه؟ لأنه في شرك. شرك يا أخي. ربنا عذب أمم وأقوام. عذب قوم لوط كانوا كفار وعندهم اللواط. الليلة في كفر أكعب من كفر قوم لوط ذاته وباقي الحاجات دي كلها فيه. لكن كفر وشرك أكبر. ناس قالوا غير الله بيخلق. أبو جهل قال الله بيخلق براو. تعرف أبو جهل لو كان قاعد يمكن يقول الدنيا ما يقدر يرد على الجماعة اللي قالوا غير الله بيخلق دي. فده كلام فارغ وكلام باطل. لأنه ربنا قال في القرآن ولئن سألتهم إذا سألتش كفار ناس أبو جهل وأبو لهب من خلقهم الخالق منو ليقولون الله. فيا ناس ما تضيعوا زمانكم تقول له الحاكم داك ولابد نطلع نحرق ليستك أم شيله برا أهال بيجي داك هل حيكون أحسن؟ ده سؤال برضو مطروح. والبلد دي فيها كم حزب؟ أنا بسألك وده أنا ناقشك بالراحة كده. فيها كم حزب من الأحزاب؟ أكثر من 800 حزب. حزب شنو؟ جناحهم جكو أحزاب ذاته غريبة جدا. الحيحكم منو؟ هسه قول البشير ده الناس شالوه جدعوه برا أها يا طول بيحكم وهل داك أحسن ذاته؟ ده سؤال مطروح. والحزب ذاته تلقاه كم؟ هسه حزب الأمة كم حزب؟ شقق كم؟ أربعة ولا ستة. الاتحاد الديمقراطي قالوا بقى 14.
يأتوا فيما بيحكم الأصل ولا التقليد ولا الجديد ولا الحديث الفيدرالي ولا يأتوا، ما ده سؤال. أن صار السنة كم؟ 4 ولسه الشغلة ماشي، يمكن بيقوا 6. الحيحكم فيهم منو؟ سؤال برضو جايبهم وبعدين يتحشروا في السياسة. أهدر يحكم فيهم منو؟ سؤال برضو. خلاص أمسك الأخوان المسلمين، جناح الحبر وجناح مين الصداق وجناح منو عبد الحي يوسف وجناح منو، أهدر يحكم منو؟ سؤال برضو يعني. أيوة، فيا ناس صلح نفسك. وأنا دا البطفاصح دا أصلح نفسي، وإن وأنا أصلح بيتي وإنت تصلح بيتك، وأنا أصلح مرتي وإنت تصلح مرتك. لبسها كويس، علمها العقيدة، علمها التوحيد، أصلح أولادك. قال لها الحجابات دي أجدع، أجدع الحجاب يا أخي. الله بيحرس، أنت معلق لك حجاب يحرسك؟ الله بيجيب الرزق. الفقير أداك حجاب بخمسين جنيه قال لك بيجيب رزق، غشاك كذب عليك، لأنه الحجاب لو بيجيب رزق الفقير ما كان باعه، كان أكله أكل مش لبسه، كان أكله جاب له 11 مليار يورو ولا ما هو كده؟ هي هو يديك له بخمسين، الفقير محتاج لخمسين، يكون حجاب الفقير بيجيب رزق كيف؟ هاي نقيف للصلاة إن شاء الله ونشوف الحاصل. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.